حول الاقتصاد، الاقتصاد في المعيشة، ترشيد المداخيل، الاقتصاد في النفقات، ترشيد المداخيل. وكلمة الاقتصاد أصبحت من الكلم المحرف على مواضعه، لأن الناس يحاولون بها ترجمة لكلمة عربية غريبة ما يسمى ليكونومي أو ليكونوميزاسيون، هذه لا تنطبق على معنى الاقتصاد. الاقتصاد في العربية معناه الاعتدال والتوسط، والقصد الوسط، ولله قصد السبيل لأمنا جائر. واقتصد الإنسان معناه توسط في أموره، لم يذهب إلى الإفراط ولا إلى التفريط. معلوم أن الإفراط والتفريط هما طرفا قصد الأمور، والشاعر يقول: سامح ولا تأخذ بحقك كله، وأبق فلم يستقص قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور ذميم. ويقول الآخر: عليك بأوساط الأمور، فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم، ولا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرف قصد الأمور ذميم. وهذه الشريعة جاءت بالقصد والاعتدال في كل أمرها، جاءت بالاقتصاد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، جاءت بالاقتصاد في الإيمان برسله، جاءت بالاقتصاد في الأعمال، جاءت بالاقتصاد في المعايش، جاءت بالاقتصاد في الإنفاق. والاقتصاد والاعتدال ولزوم الجادة وعدم الانحراف ذات اليمين وذات اليسار، هذه مقاصد الشرعية. الله سبحانه وتعالى يصف هذه الأمة، يصف عباده الذين رضي عنهم عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالمسلم مأمور بالقصد في شأنه كله، في معيشته وحتى في عبادته. لا يكون ينام الليل كله، ولا يكون يقظان الليل كله، ويقضان الليل كله. بل ورد في الحديث: خير القيام قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والاقتصاد في النفقة أمر مطلوب، المسلم لا يقتر ولا يسرف. الإقتار هو التضييق على من يمونه الإنسان، من يعوله الإنسان، هذا منهج عنه. والإسراف هو التبذير، والتبذير قال الله تعالى فيه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من يرضى أن يكون أخا للشيطان وكان الشيطان لربه كفورا؟ يجب على الإنسان أن يكون مقتصدا في حياته، بعيدا من التضييق والإقتار، بعيدا من التبذير والإسراف، سالكا في ذلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر بها في الوصايا التي جاءت في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا تقتير. ولا تبسطها كل البسط، هذا الإسراف، فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الترشيد في المداخل، يجب على الإنسان أن يرشد وسائل عيشه، أن يكون ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فتكون نفقته على حسب الحاجة، لا يقصر عما هو محتاج إليه فيكون من المقترين، ولا يزيد فيكون من المسرفين. القصد في المعيشة والسداد مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حض عليه الحكماء من الناس، وكما قال الشاعر: وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد. الذين لا يرشدون مداخلهم إما أن تنقطع بهم النفقة فيقعدوا محسورين مقطوعين، وإما أن يزيدوا على المطلوب فلا بد أن يخرجوا إلى ما لا يجوز من الكسب. الإنسان الذي لا يرشد مداخله لا بد أن يكون بين أحد أمرين أحلاهما مر: إما أن يحتاج إلى نفقة زائدة على مدخوله يخرج إما إلى السؤال وإما إلى السرقة وإما إلى الاستدانة، ودينه رق هم بالليل ورق بالنهار، وإما إلى الغلول في المال العام، وهذا ما سنخصص له إن شاء الله حلقة أخرى. والطرف الثاني إما أن ينقطع به تنقطع به النفقة ويبقى كلا على المجتمع، عائلا يتكفه الناس بيده أعطوه أو منعه. لا بد أن يكون الإنسان مقتصدا في معيشته، غير مسرف ولا مقتر، وأن يكون مرشدا في مداخله. سئل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن وجه ثروته التي حصل عليها وجهز جيش الأسرة، تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمته المشهورة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكانت له عير تأتي من الشام، فلما أظلت العير جاء إليه تجار أهل المدينة من الصحابة فساوموه، قالوا له: نجعل لك درهم درهمين. قال: وجدت أربح من ذلك. قالوا: نجعل لك درهم ثلاثة. قال: وجدت أربح من ذلك. فما زالوا يزايدونه حتى بلغوا الدرهم بخمسة دراهم، وهو يقول: وجدت أكثر من ذلك. فلم يزيدوا على خمسة، فقال: هي بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. هذا المال الذي أحسن عثمان تصرف فيه سئل كيف كسبه، فقال: كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا واجعل الرأس رأسين. هذا ترشيد المداخل، هو يعالج. إذا كان عنده حيوان مريض أو نخلة فيها مرض أو كذا، هو يعالج الأشياء النامية سواء كانت من الحيوان أو من النبات، وينمي.
ولا يزدري لا يزدري ربحا، إذا وجد ربحا ولو كان يسيرا باع به، ولا يشتري شيخا ويجعل الرأس رأسين. كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا ويجعل الرأس رأسين. هذا من ترشيد، ترشيد المداخيل. الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى عن حكمة منه ضيق عليه في معيشته ورشده، هذه المعيشة أو هذه المداخيل التي يبلغها طوقه، فإنها ستكفيه لا محالة. وإذا كان لا يرشده فإن الكثير منها لا يسد حاجته. ومن هنا اهتم المصلحون بترشيد بالنسبة للداخل الفردي والداخل القومي والناتج، سواء كان على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات، حتى يحسن التصرف فيه وحتى تسدد منه الحاجات رغم محدوديته. وأنا أقول بكل تجرد إني لست من أهل الاقتصاد، ولا أعرف منه إلا بيتا واحدا من ألفية بن مالك. أنا لا أتكلم باسم آدم سميث، ولكن أتكلم باسم ابن مالك. ماذا يقول ابن مالك؟ يقول هباء بن المبتدأ والخبر: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم به تقدم الخبر. عندي درهم، الدرهم محت نقدية محدودة، وطر حاجة غير محدودة، من له مورد محدود وحاجيته غير محدودة، يلزم أن يقدم الخبر الدراسة تخطيط حتى يتمكن من تغطية الحاجيات غير المحدودة من المورد المحدود. أنا أفهم الاقتصاد أنه وسيلة أو علم يعرف به كيف نغطي الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة، لا يكون ذلك إلا بتخطيط ودراسة وتقديم الخبر. نحن عندي درهم ولي وطر ملتزم في تقدم الخبر، والشيء بالشيء يذكر. إذا كنا هنا نتكلم في الاقتصاد والترشيد، هذا يذكرنا بالاجتهاد في الفقه، استنباط الأحكام الشرعية، لأن النصوص الشرعية محدودة، آيات الأحكام محدودة، وأحاديث الأحكام محدودة، والنوازل التي تجد في حياة الأفراد والمجتمعات غير محدودة. وظيفة المجتهد هي وظيفة المقتصد، أن يعمل فكرة حتى يتسنى له أن يستقبل النوازل غير المحدودة، يستنبط لها أحكامها من النصوص الشرعية المحدودة. فالاقتصاد والاجتهاد، الاقتصاد في المعاش والاجتهاد في الأحكام توأمان، كلاهما علم عرف به كيف نغطي غير المحدود من المحدود. في الاقتصاد كيف نغطي الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة، في الأحكام كيف نغطي النوازل غير المحدودة من النصوص الشرعية المحدودة. بالاجتهاد، بإدخال الجزئيات تحت الكليات، باستعمال العام، باستعمال القياس، بغير ذلك من الوسائل المعروفة في علم الأصول، كذلك في علم الاقتصاد. المقتصاد علم مستقل، الناس الآن لا يعرفون عنه إلا ما يأتي من الغرب. والمقتصاد الآن الناس به عالة على المجتمع الأنجلو سكسوني آدم سميث وأتباعه، ولكن نحن أول أمة عرفت الاقتصاد، لأننا عرفنا به في القرآن وفي الأحاديث النبوية وفي السنة الفعلية النبوية. ما دام الله تعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما، ويقول: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفرا. فكيف نرضى أن نكون عيالا على آدم سميث وغيره؟ نحن عندنا الكفاية، عندنا الكفاية من العلم، عندنا الكفاية من الحكمة، وعندنا الكفاية من التوجيه
في هذا القرآن كفاية، في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كفاية. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم يدخل فيها الاقتصاد، يدخل فيها غيره، الطريق التي هي أقوم ليس فيها جنوح ذات اليمين أو ذات الشمال، صراط الله المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. علينا أن نثبر هذا القرآن وأن نعيش به وأن نكيف حياتنا مع ما كانت عليه حياة سلفنا الصالح، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من إخوان الشياطين، ولا نقتر في النفقة ولا نسرف فيها حتى تنطبق علينا صفات عباد الرحمن المذكورة في خاتمة سورة الفرقان. والسلام عليكم ورحمة الله.